كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كلشي هو هذاك؟ اش كتعاودوا؟ كي غد ما هاد البرد اللي جا دقه وحده عرفتي يا بنات، والله العظيم المود ديال البرد. المهم ما تنساوش انكم الا عجبكم الفيديو ديالي تخليو الختم رجوع بزاف ديال هذاك. شكرا بزاف بزاف على الرجوم اللي كتخليو ليا، فريمون كنفرح بزاف. ولا فيديو ديالي كيطلع الناس واحد اخرين كيكتشفوا القناه ديالي، هذا علاش. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم اشنو غادي ندير. شوفوا هناك الفيديو ديالي دواشت داكشي، وجيت باش نقول لكم شكرا بزاف 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 على لي كومونتير اللي خليتو ليا، شكرا بزاف على لي ميساج اللي خليتو ليا في انستغرام. فريمون شكرا لكم بزاف، فرحتوا معايا وبكيتوا وضحكتوا، فريمون شكرا شكرا بزاف. والله يفرحكم والله يسهل عليكم والله يرزقكم الذريه الصالحه، واللي باغا دير اي حاجه في حياته الله يفرحها. فغادي نمشي اختي باش غادي ندير حريشه. صباحت اختي، كنت شاها حريشه. وهذه البنات هو الفطير ديالنا، وخا تشوفوني حتى الحلوى داكشي راه كتلقاوني خديتها كغير طريف ديال الحلوى ولا شي حاجه، حيت البنات وليت كنحاول انني نتفادى كلشي. والحرشه ديالي جات مقربله كتحمق، انا كتحمق الحرشه نحمرها مزيان مزيان مزيان. صافي البنات هذاك دور سيتو الا لقيتو ما تاخذوش، ما بنينش وما زوينش هذاك الفرماج. وصافي كبدات ديالي هنايا كتكدر راجلي تيقولي بلا الطبزين، تنقولو انت فاش راجلي واش معايش في الدار، عرفتو راه المود ديال الضحك في الاخر بقينا كنضحكو. صافي البنات فطرنا شبعنا الحمد لله، راجلي جمع الطبلو، انا كنبغي نمسحها حيت انا المسيح ديالي تيعجبني اختي، الرجاله ما تيبردوش ليا القلب في المسيح. صافي كنمسحها كالطويبله ديالي، كندوش تيطيبه ضروري راكم عارفين الحرش يا البنات ما تنحمش ندير على حاجه وحده، كترجع لافابو حالته وكترجع خرق الطابله حالته وما كيبغيش يتحيد داكشي، ولكن اختي ماشي مشكل تنشهاوها. البدايه ديالي فطرنا الحمد لله والشكر لله، واحد الحريشه جات فن 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 فن. شوفوا انا ما سخيتش من هاد الليبه هادي، خديتها هيا عرفت داكشي ديال التصويت. حاولوا البنات ديروا هكا شي اكتيفيتي زوينه في السكس بيبي ديالكم، زوينه كتبقى زوينه كيتخلق واحد الامبيونس، وبزاف منكم عجبهم الحال وقلتوا لي رجعوا توحشنا البساطه، الفيديو فيه دفء عائلي، خلينا من داكشي العياقه وهذا ما كنحسوش بسميتو، وعجبني كيفاش قديتي الطبله وكيفاش قديتي داكشي. قلت لكم البدايه ديالي عجبكم، عجبكم الحال بزاف في البساطه بداكشي اللي درت زوين. اي حاجه نصايبوها نصايبوها راسنا. واحد البنت قالت لي تيا خصك انت واخا تشوفك تجي البيفي بعينك، اقسم بالله البنات جات البنوت اللي كنخدم معها البيفي ديما، قلت لها انا صافي راه غادي ندير سميتو زعما صافي غادي ندير داكشي. كما قلت لكم البدايه ديالي احسن حاجه انكم ديروا داكشي راسكم، تيجي زوين تيجي حلو. لا طاق صايبه صايبه هي اختي جات فنه، دارتها بغلالة وداكشي جات بنينه جات واعره، غير ما صورتها لكمش من الداخل. نتوما عارفني رجوه ديما البساطه وداكشي بسيط وهذا. وصافي دابا البدايه ديالي غادي نمشي غادي نجمع البيت ونغسل واحد المويانات عندي، وصافي من موراها غادي ندير الغدا. وهانتوما معايا اي حاجه درتها هانتوما معايا، حتى نسالي ونشفى البنات شعري. قالت لي مورا الصالون ماشي مشكل، السشوار ما كيحرق الشعر، بالعكس السشوار راه كيطول الشعر، يا كوافر عندها قديمه في الدومين. غير هو زعما ماشي داك التصايب هكا، غير كنشف تنشف مزيان شعري، وكان صافي غير كنشف وانا شعري داغي تينشف ليا البلاك، ما غاديش نحطها حيت شي بقى قنطني فاش كيبغى هكا، واخا راه كتقول لي راه كيجيك زوين. المهم البنات ما غاديش نكثر عليكم الهضره، دابا غادي نمشيو غادي نبداو بلا شامبو نجمعوها. راكم عارفين في الليل تتبقاي ترمي ترمي ترمي، انت حيتي رسايد انت حيتي هذه، غادي نجمعها مع بعضياتنا داخي ما تنساو. دابا يا البنات غادي ندوز نجمع البيض ديالي، انا ما كيعجبنيش البيت هكا يبقى مروان وبقاو الكواش مدايرين مرونه، كيعجبني هكا البيت نجمعو داغي نحيدو ليا صراحه. ما تنقول لا بقى البيت مرون غنرجع الناس يجيب ليا الاكزا، انا اصلا اختي داري تيعجبني تبقى منظمه حتى شي حاجه ما تكون زائده حتى حاجه حتى حاجه. وهاد المونيكا هي اللي جابتها ليا سيام مسكينه اختي، اللي كانت عارفه جينز الجنين وهي اللي خدات الورقه، نسات وقنا ما عطاتنيش الورقه، خصها تخلي لي داك الورقه ديال الطبيبه اللي كتبات لها بيبي جيرل. والله يسهل عليكم البدايه ديالي، وقولوا لي واش عندي شي حاملات والله يفرحكم، واللي كتسنى شي ذريه صالحه الله يرزقها قبل الوقت يا ربي يا ربي يا ربي، ماشي الله يرزقها قبل الوقت يعني الله يرزقها في اقرب وقت سمحوا لي. وصافي هنا يا البنات درت الحقوس البارح، ولات لي داك الكومود ديالي كحله، ما بغي حيد لا برودوي لا والو، لصق بزز باش تحيد وبقى تيبان شويه. هنا يا بنات كنحيد لي زاكسسوار من البلاصه ديالهم، كنرجع كل حاجه للبلاصه ديالها، كنمسح وداكشي. واخا الدنيا نقيه ولك راكم عارفيني خواتاتي انا راه مريضه شويه، ما ديوش عليا ضروري خصني نعاود نمسح ونمسح ونمسح. وهذا البرودوي الصفر اللي ما شافوش البنات راه كيتباع في بيم خطير اختي، كيصلح الكوسانات كيصلح الثلاجه ماكينه الصابون الموان البوطه، فريمون عنده بزاف بزاف ديال الاستعمالات، داير واقيلا شي 22 درهم ولا 21 درهم. صافي البنات كما قلت لكم تنمسح غبيره هكا ندوز هكا لبنت لي شي غبير ولا شي حاجه، اما راه كلشي نقي كلشي ممسوح كلشي مقاد، ولكن راكم عارفين خصكم رجوه. وكبيده ديالي المهم شعري هكا كيجي زويون صراحه. المهم صافي دابا شعرت الدار وداكشي كيما شفتو، وصغرت دابا كلشي مجفف كلشي ناضي، المهم راكم عارفين السيستم ديالي. دابا يا بنات غادي ندير اختي الطويبيه ديالي ياكم،
ومرها في الاواني اختي وزنيتي، وغادي نمشي نجيب سامسونج حيت هذا كنصور لكم به، والسامسونج كنصنت به ضروري عندنا ضروري ضروري. ولات واحد القاعده خايبه، شكون اللي في حالي تقول لي في لي كومونتير ضروري نطلق شي حاجه. صافي يا البنات غادي نطلق اختي شي حاجه، كنتفرجوا في وزير السيف يوسف عليه الصلاه والسلام. غادي ندير حكايه ليلى، حكايه ليلى شكون كتفرج فيها؟ كيعجبني نتفرج فيها. صافي خليت مرتي على قبل صاحبتي واللي غدير لي اكبر نصبه في حياتي. المهم اكبر ديالي غنغسل الموينات وها انتم معايا. ودابا البنات غادي ندوز اختي باش غادي نحيد عليها هاد الموينات. راكم عارفين شنو المواني البنات اسوس حتى الناس ما تيكونوش حتى كيوليو، راكم عارفين كتجبدوا باني وكتجبدوا سنينيه. المهم هذا كترش شويه البنات باش الا كانت هكا شي طبعه ولا شي حاجه كرشوا هو الاول، باش الا كان شي طبعه ولا شي حاجه صافي كدوبها راسو ما تحتاجوش تحكوا ولا تضربوا مع تماره. المهم نتوما قولي شنو لي برودوي اللي كيعجبوكم. شي حاجه ديال التيد، واحد البنت قالت لي ماجيكس واقيله. المهم ما لقيتش ديك الطاسه صغيره حيت ما بغيتش نشري طاسه كبيره، ولكن هي كانت قالت لي واقيله السائل. المهم الا تفرجتي في هاد لا فيديو عاودي قولي لي داك صابون ديال الموان قولي ليا السميه ديالو واش ماجيك. صافي هنا كنغسل الموينه ديالي وخليكم ماشية الموسيقى. صافي البنات من مورا ما ساليت الموينات كنمسح كنقي اي حاجه يا البنات. المهم داك البلاصه راه كتكون مسوحه وداكشي غير كنعاودها كندوز عليها وكندوز فيه غير في الكوزينه لان الدار نقيه. من مورا ما درت جنس الجنين عرفتو يا البنات كرموا هاد الاخواتاتي صراحه الله يعطيهم الصحه. وصافي كندير غير شويه السانكرو وكندوز غير على الكوزينه حيت كلشي مصيق كل سمحوا لي كلشي ناضي كلشي هو هذاك. ولكن راكم عارفين فاش كتكونوا كتغسلوا الماء كيهبط الماء وبزاف ديال الحاجات. المهم راكم عارفين بلا ما نحتاج نقول لكم. وصافي يا بنات دابا غادي ندوز باش غادي نصايب الداند بالكريم وداكشي. راكم عارفين الطريقه ديالي كبدات ديالي انا كندير بصيره هكا بيضه باش كطيب كتجي زوينه، بصيره بيضه ثومه محكوكه الزيت مليحه وبزار صافي. وكنخلي داك البصله كبدا ديالي كتشحر مزيان باش كتذوب. البصله البيضه كتجي زوينه الحمراء شويه تجيكم مجهده، من الاحسن ديروا البيضه وطيب لكم داغي. صافي تنقيها كبدا ديالي كما قلت لكم تنسقطقها هكايا صغيره باش هكا كتذوب لينا داغي. من مورا هاد البنات كنديرها تتشحر هي وتميمه وداكشي وكتطلق واحد البنه خطيره ولا الداند. كنشدو الداند اولا الدجاج، تقدروا تقطعوا طويل تقدروا تقطعوا مربعات، انا نسيت وقطعته مربعات اما كنقطعوا طويل اكثريه. صافي كنديروا في مقيله تنزيد عليه زويته باش كيتشحر داكشي مزيان. ومن موراها يا البنات المهم ديش على الكحبه ديال الراجل ديجا. من موراها يا البنات كنشد الداند ديجا مغسول ولكن ماشي مشكل غادي نعاود نغسلو حيت انا فاش كنجيبو كنغسلو مزيان. صافي يا البنات دابا كنقلب داك سميتو وشفى التاريخ ولكن باقي حتى 2024 في شهر 6 واقيله. صافي كما قلت لكم كنزيد الداند شنو كنزيد عليه بزيره ومليحه وسكنجبير وشويه ديال التحميره ما كيعجبنيش غير كيبقى بيض، وشويه ديال قزبر معدنوس. هو راه ما جو بونس ما كيديروش فيه قزبر معدنوس داكشي، ولكن راكم عارفين خصكم ترجعوا مع البنه اختي ومع العطريه ومع داكشي. صافي يا بنات هنا جو بونس الثومه حيت ما قدناتني ديك الثومه، انا كنموت 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 على الثومه كتعجبني كتجيني اختي كتبنن وداكشي. المهم صافي كنخلي داكشي كيتشحر مزيان 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 حتى كيطيب لي داك الداند. البنات عاد كنزيد عليه صراحه انايا صوص صوج هكا، وانا ما كتعجبنيش بزاف صراحه حتى انا اختي انا كيعجبني هي الطيب البلدي. وتا هاد الاكله اختي ديال الكريم وداك التخربق انا اختكم بلدي الطواجن المرقه اختي الساندويتشات داكشي اللي راكم تتعرفوا. صافي خليت داكشي كيتشحر وجيت باش غادي نقطع البطاطا والراس اختي اللي قال لي انا البطاطا البيضاء اللي كنسلقها كنقول ما ربما تكون ماشي ديال القلي. ويا اختي وسلقتها اختي تفرتت لي شويه ما عرفتش قال لي اختي راسي كنطير وخليتها كتسلق. صافي ماشي مشكل البنات ضروري بالاخطاء حيت البطاطا حمراء كانت منبته عندي ولاويه، يعني ديك البطاطا اللي كتكون منبته ولاويه كتكون ديال القلي. صافي كنخلي داكشي كيتشحر كما قلت لكم وزدت ليه صوص الصوجه. وصافي انا اي حاجه كنمسح المسيح 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 اختي مرتب المسيح ماشي تنسالي هذا المسح لا كنبقى نمسح ونعاود نمسح ونعاود. المهم غادي ندير البنات ليفيس غادي نديرهم بالطون وهذا باش غنرافقهم مع هذا الشيء. وانا اختي راه عزيز عليا تمر اما راه غير هكا هذاك الدانت وشويه ديال الفريت وصافي. ولكن اختي خصكم تنبغي ندير بلا مكتمل. صافي كنسلق دوك ليفيس وكنزيد عليهم مليحه وصافي البنات وكنخليهم هكا كيتسلقوا. حاولوا تحضوهم معاهم لانهم داغي البنات يتسلقوا داغي 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 الا مشيتو تغفلتو عليهم راه فريمون غادي تعجنوا ليكم. صراحه هادشي اللي كيكون فيه هكايا لي ديتاي هاد الغدا كنديرو مره مره راكم عارفين انا كبدات ديالي عرفتو خصكم ديرو لاداند بوحديتو والخضره والبطاطا والليفيس. انا تنبغي ندير هاد الزوايد اما راه غير هذاك لاداند كديريها هكا مع الروز هكا كيجي بزيره ومليحه وقزبر ومعدنوس. المهم انا اليوم بغيت ندير هكا غديوه زوينه
وصافي كبدا ديالي هادشي اللي كاين جمعت الكوزينه جففت كما شفتوا نديت كلشي ودابا غادي نمشيو باش غادي المهم نديوش على شعري دابا ننشفو ولا نخليها هكا المهم غنمشيو باش غادي نوريكم اشنو فاتت ليا بسمه بوزيل خليكم معايا غادي نخليكم لاباج ديالها في صندوق الوصف هانتوما البنات البطاطا درت ليها نص طلقه هاد الحمرة هادي كتفرت الداغية البنات المهم البنات درت عرام ومسخات الا كانت ناقصة راه غادي نزيد صراحة كان عليا وقيلا غنقليها لانها حمرة منبتة بلا ما نحتاج انني نسلقا البنات هو الوضن ديالي طايب بالكريم والصوجا وداكشي انا الطريقة اللي كندير المهم غنكون قلتها لكم ونعاود نقولها لكم كندير بصيلة والثومة وزويتة وبزيرة ومليحة وكنشحرو مزيان كنزيد عليهم لاداند كنشحرو مزيان كنزيد عليه الصوص الصوجا كنشحرو مزيان احسن ديروا صوص ديروا شامبينيون كي انا ما عنديش وما كيعجبنيش داك اللي كيتباع هذاك الطري كيجي لذيذ بزاف صافي فاش كطيب لي لاداند وداكشي كنزيد عليه الكريم شونتي انا كندير هذه البنات زوينه فيتالا ب 800 درهم زوينه بزاف شوفوا هذاك دايره واحد التاتواج هذه زوينه صافي كنخليها حتى كتعلق وغادي نغطيها صافي البنات هنا دايره فليفله حمراء وبصيله بغيت ندير هكايا توست بسميتو توست هكايا بالفرماج والطون وداكشي و نديرهم العشاء هكا وبقى بالبوله والتميره ونسلقوا البيضات المهم ديك الساعه نشوف حيدتهم عليا بس صافي نمشي نرتاح وانا في هذه البريمه ديالي العجيبه اللي مزال ما كتبش نشري بريمه درت انا خضيره تسلق باش غادي نديرها سوطي مع الثومه قزبر معدنوس وبزيره ومليحه وشي الكل المهم البنات ما تديوش على داكشي اللي حاطه تمايا داكشي كامل انبوكسين غادي نصورها نوريكم البنات اشنو خديت داك المره من المول خديتها البنات ما عرفتش انايا هذه المهم انا نوريك خديتها البنات الحقوز قلت لي راه بقيت ندير الحقوز كنت بغيت جبان راه زوين ولكن البنات ما عرفتش اختي خديت انا هذا المهم بني غامق هو اللي كاين نورمالمون خصو يكون اختي بني فاتح ما كاينش ها هو هذا ديال ميكا هو اللي اوريجينال البنات انا فايته خديته وتنصبغ به وتيصبغ لي عجباني دابا ديال البنات تندوز ما تيدوش ما تيدوش تيدوز غير على الشعر ما كيدوش هكايا على الجلده ما عرفتش خصي واش قديم ولا ما نعرف شنو زعما ما كاينش ديما سناخذ من عنده طالي هاد الضفر خصني نمشي نحيد صافي هاد الضفر البنات داك اللي طلعوا لي في راسي انا هاد المقمقمين وداك الشيء قلت لكم البنات صراحه ما فهمتش ما فهمتش هانتوما شوف ما عرفتش خصي تنديرو تيدوز على الشعر وما كيدوش على زعما باش نطراسي انايا على خاطري على اللحم نتوما اللي عندكم شي اصل درت له كاع الطرق درت الماء وخلطت بحال اللي كندير ديما فاش كنت واحد المره درت معكم تجربه مع اسمان المهم هذا 45 درهم قالت تزاد ما سيدي ما تزاد ما تاخذوش ديال الزاج هذا هو اللي اوريجينال هاي ديال الكرتونه هو غادي نوريكم اش بغيت نحل وحده لان هنا كاين الكراسه صبروا نطلع الكاميرا نوريكم شنو خديت عاوتاني خديت البنات هاد الماسكارا هادي ديال اسانس اكسترا سترونغ فيكسيت فيكسيت هذه البنات ماسكارا ديال الحجبان ترونسبارون اللي كتقلب على شي ماسكارا كتفيكسي الحجبان تاخذ هذه جربتها البنات عرفتو تيبقاو مفيكسين النهار كامل ما كيتزعزعوش ما كيتزعزعوش نهائيا ها نتوما فريمون شي حاجه واعره هذا الغوص داير وقال بشي 33 درهم بلاتي ها نتوما حيت شفتهم انا شكروها في تيك توك المهم ديوش على تبان لكم فيها القهوي حقاش تنكون دايره سميتو دراسي حجباني وكندير بها ها نتوما عرفتوا يا بنات خاطر دابا راه انا ديجا مفيكسي حجباني بواحد هذا المهم ها نتوما شفتوا كدير هذاك البراو ليفت ولا ما عرفتش كيقولوا لها شفتوا فريمون فنيه يا بنات اللي كتقلب على شي ماسكارا ترونسبارون تفيكسي لها الحجبان تاخذ هذه حيت انا عندي اللي فيها اللون وعندي ترونسبارون اللي فيها اللون بعد مرتي كنوض الصباح كندير ليكرون وكنبغي غير ندوز هكا على حجباني وصافي يا بنات وخديت هذا القلم ها هو يا بنات هذا ديال اسونس ما عقلتش شحال كان صراحه المهم هذه وهذه وهذه 90 درهم هذه 33 هذه 45 هذه 33 وهذا ما عرفتش شحال المهم ما عرفتش شحال يكون اقل صراحه والبنات راه كاين القوالم ديال ديال ليب ليب اش كيقولوا ليب ليب وي لي بلاينر لا ماشي لي بلاينر المهم قلم ديال الفوم عرفتو خدات اختي واحد اللون كيحمق خدات فيه البنات ب 12 درهم والله الا ما عمرني كنت يسحب ليا مع تيكونوا مخلطين داكشي ما كيبانش ليا الثمن حسب انا كتاخذ لي 5 درهم خذي ب 12 والقوالم مات زوينين هذا البنات خديته انا ديجا كنت فايته بارطاجيت معكم قلم باج فريمون كيجي فن كيجي بحال البوبيه كيجي بيناتك فنين ورطب رطب رطب ها هو شفتو باج كيجي زوين ورجع طوندونس كتكحلي بعينك مزيان وكتخرجي من الجناب كيجي وليت كدير بحال البوبيه المهم ها نتوما
inner eye brightening pen. المهم ها هو حدا ديالي، هذا هو اللي كاين في اسونس، زوين صراحه كيجي زوين. وصافي البنات غادي نحيد هذا الشيء باش غادي نقول لكم اشنو وصلني من عند بسمه وسير. الغديوه ديالي راه كطيب خضيره وداك الشيء، نويرتي مجموعه وصافي. انا مو فاهمه الغدا ملي بكري فابل البنات الغدا انا ما كنصروش باش نكون واقعيين. اول حاجه كده ديالي هو هذا البوكس ديال بسمه بوسير، هذه المره الثانيه اللي كتصيفط ليا عندها لي برودوي زوينين. شوفي اختي، شوفي ندور لكم الكاميرا باش تشوفي هذا الشيء وهذا الحلاوه اختي. البنات غادي نوريكم اشنو خديت من بسمه بوسير. اول حاجه هو هذا الدول فيلر اللي صراحه بينيتان خطير، عندها خطير 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 فريمون فن. البنات نخلي لكم الانستغرام ديالها لو بغيتو كومونديو عرفتوا واه، انا غادي نجربو لكم وغتشوفوا راه هو اللي دايره انايا دابا. كاين هذا السويك هذا زويون البنات، هانتوما شفتوا هذا الساكادو يا كي اختي. وهنايا كاين لي برودوي، كاين هذا الزيت اللي كنت ديما، المهم راه بدلت الباكاجين، كنت ديما كنهضر لكم على هذا الزيت هذا، ديما 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 كنهضر لكم عليه كنقول لكم زوين. كاين هنا لا كروم، المهم كاين بزاف ديال لي برودوي، غادي ندور لكم الكاميرا باش تشوفوا ديالي اللي كتقلب على شي زيت ديال العود، داك العود الملكي العود الفن. تاخذ هذا ديال بسمه بوسيله البنات، هذا والله حتى واعر خا هو كنت بارطاجيتو ديجا معكم. عرف ويلي درت بزاف، عرفتوا فيه واحد ريحه العود ورطب رطب 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 على اللحم. ما يمكنش البنات ما يمكنش. واو البنات واحد العود فيه كلاس، ماشي داك العود عود سيكسي، ماشي داك العود المجهد ديال شي حب سميتو، لا راه ما يمكنش. مسحت انا بين تبقى دير الزيت حتى مسحتو لك راه باقي واعر. البنات اختي المتزوجات هذا سميتو عود ملكي ارغان بودي اليكسير، وخطير وخطير خطير خطير لواحد الدرجه ما تقدريش اختي تصوري، فريمون خطير. هانتوما عرفتوا اختي هذا الضو خبير الراجل هذا، خذوه البنات خذوا خذوا فريمون. شوفوا البنات انا خمسه في هذا الشيء ولكن غادي تنبارطاجي معكم داك الشيء انا زعما اللي ديجا مجربه. وانا البنات عندي هذا البلاش هذا باش حتى هو كنت ديجا بارطاجيته معكم. هذا البنات كيجي بحال الفراجو، هانتوما كيجي بحال الكلوس هذا في الاول، هذا كدير هذه بحال الكلوس زوين صراحه بحال الكلوس كتحيت ولاو زعما كيديروا الديب ديالو بزاف داكشي علاش فن. هذا البنات فراج اورانج حتى هو كيجي زوين، ها نتوما شفتوه سميتو بيش بيتش بيتش. المهم ها هو هذا يا البنات كيجي فن في الحنيكات هكايا فاش كتمصيو داكشي كيجي زوين. هو نسقطو في الصيف خطير. وهنا يا البنات عندي هاد فيس مود ديجا كنت بارطاجيت معكم، هاد الماسك صيفطت لي هاد الماسك ديال الوجه زوين، الماسك ديال الطين الاخضر جوكون. وهي البنات زيت ارغان الاوريجينال، شوفوا القريعه هذه هي القرعه الثانيه، ديجا كنت استعملته فريمون زوين اوريجينال ما فيهش الريحه، وانتم براسكم قلتوا لي راه الزيت اللي ما فيهش الريحه هو اللي كيكون زوين. ها انتم البنات داكشي كيفاش عندها متيول بلا باغ ماش كي ولا هذه لا باغ ولا ما عرفتش شناهي زعما هذاك الريفيرونس. المهم ها هو بيور مروكان ارغان اويل دايره في قريعه كحله، شوفوا الحلاوه اللي كتقلب على شي زيت ديال الارغان تاخذ ديال البسمه فريمون زوين. ها انتم زوين البنات هذا واعر بزاف، نبقى ندهنو الكرشي شعري. هوني البنات خرجت واحد الهير تونيك ديال بسمة بوسير نيت فور كابيل هير جروث لوشن. هانتوما البنات دابا نجربو ونرد عليكم حيت انا حابسة الزيت ديال البياضي، ولكن البنات الزيت ديال البياضي راه خطير غير انا حيت حاملة وداكشي. هذا ما عرفتش انا والزيت ولا شنو بلاتي ما في ريحة العشوب البنات. ها هو هذا جديد البنات شوفوا قريت فني ديال هذاك لو كان في الماء. وهذه البنات كاين هذا نسيت هذا بروكون بلاك سواب صابو البيدي. شوفي اختي صابو البيدي اختي باش يوصلك هكايا كيوت زوين فريمون زوين. وديجا انا كنت استعملت صابو البلدي ديال العام اللي فات ماما حبقت عليه فريمون صابو البلدي اصلي. وهنا يا بنات عندي هاد الساشي هادي اللي فيها بينك غاسول، هذا غاسول كديريه بلاتي نشوف ماسك بوغ شوفو كور اي فيزاج، تقدري ديري ماسك للشعر بحال داك الغاسول اللي كنت كنبارطاجي معاكم، ماسك للشعر لو كور وحتى لو فيزاج. ها هو البنات زوين وصافي. واخر حاجه البنات هي هاد لاكرون، المهم نمشي نشوف الخضيره ديالي ورجع. كاين هاد لاكرون سولير ديالها ها هو كيجي على هاد الشكل هذا، فيه 50 ديال الاس بي اف. ها هو كيفاش كيجي او كيجي التكستور ديالو هكا بيضاء ماشي تانتي، عرفتي البنات خدو داك البينيتان فريمون عندها خطير. وكديري بلاتي
زوين، فيه ريحه ديال الاكخو، ما فيش ريحه مجهده بزاف. ها انتم شفتوا زوين كيخلي لابو هكا رطيط بيضنا. صافي هادشي اللي خديت من عندها. وصافي البنات غادي نخليكم الانستغرام ديالها في صندوق الوصف، غادي نخليكم كاع المعلومات. البرودوي ديالها معروفين، ما نحتاجش مني زعما نشكرهم ليكم. فهمو عندها داكشي زوين صراحه. وصافي البنات ديالي هادشي اللي كاين. دابا غادي نمشي باش غادي ندير، ما عرفتش نفكره البنات ندير شي عصير، ولكن البرد ياختي والعصير ما تيجيني داير. المهم نحيد هادشي من الميكا ونمشي واختي باش نشفو شعرنا. هادي هنا عندي، هادي هي اللي دايره بهاد التخربيقات هادو. هادي اغ ما داك التخربيق تديرو بها تطوط حاجه زوينه بالمره، تطوط تحيديها كتشوت ولا شي حاجه. ها انتما هي راه مقشوبات تجلخ نجلخ ديالي. ديالي مشيت اختي غسلت الوجه ديالي، غسلت الجديده ديالي، عاودت هكا قديت الوجه ديالي حقاش كنت غسلته، ودرت هكا الكريم اللي كندير باللي ديال بياضي حيت ما غاديش نخرج لشي حاجه. درت البينيتات ودرت هكا شي لاكر وقديت حجباني اختي. ديما انا كيعجبني اختي نبقى هكا نطلع المرار اختي لراسي. المهم انا راحت الاضاءه مجهده كيبان لكم هكا، بيجي انت يلاه لبستها وداكشي يعني نقيقيه ما فاتش شي حاجه، نقدر نبدل انتما عارفني انا يا حال عقل. وصافي كنت ديالي دابا غادي نمشي اختي باش غادي نجيب السشوار وغادي نشف شعري. والمشكله انني انا دايره لكم الضو وخاصني خشي بريز يعني خشي الله اعلم نقدر ندير لكم بيل. المهم انتما معايا غادي بسي طابات وكلشي، تنفكر ندير عصير ولكن انا كي الحامض، الحامض شويه بوحدو كيجي قاصح. يلا سالينا الدسير، بقى غير الليمون فقط، بقى غير الليمون والرمان هو اللي بقى، ماشي حتى الليمون بزاف، بقى غير جوج ليمونات. عرفتو راه ديال الله الصباح قلت له الدسير ما بقاش عندنا، قال لي اللي سبع كيقول راه ما بقاش عندنا هادي شهر، يلا سال البار يلا انا نجيبو. وصافي البنات هادشي اللي كاين. صافي غادي ندوز اختي باش نشف شعري، واخا راه هكا جاي زوين وكلشي ولكن اختي تشهيت نشفو شعري تبارك الله راه غادي وكيزيان الحمد لله والشكر لله. شوفوا عرفتو مباشره في الفن في الفيديو ما كيبانش مزيان حيت لو لي بوانت وداكشي وبدا كيطوال انتم اختي ما شاء الله. وصافي هادشي اللي كاين. والبنوتات ديالي اختي زيناتني الله يخليها ليا. وصافي كبدات هادشي اللي كاين اختي. بقات تقول لي تخيلي تمشي في الكونترول وتقول لك راه غلطت راه عندك وليد، وانا قلت لها ما تقولش لي ديك الهضره، قلت لها تقول لي من الاول غنفرحي وليدي بنيه، ولكن حتى غنفرح بالبنيه وعاد تقولها لي ولا اختي تعذبني اختي. لي سنكرر الاضاءه ديال البيل. اول حاجه غادي ندير السيروم، ديجا انا درت قبيله في شخرت من الدوش، ولكن البنات غادي نعاود هذا السيروم البنات ديال بياضي. احسن 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 سيروم فريمون واعر، ريحته كتحمق كتحمق وجاري، ما تخافوش انه يلصق لكم الشعر ولا شي حاجه، وكيخلي لكم الشعر رطيب وفيه واحد لابغيونس. هي انا تيبقى لي داك الكريم تيعصبني، خصني ندير هكايا شويه ديال الكونتور ولا شي لعيبه باش ما يبقاش ابيض. شوفوا كيعطي لابغيونس فنه. وبعد المرات البنات الاطراف كندير الزيت ديال الكوكو، ها هو شفتو كندير الزيت ديال الكوكو. شوفوا اللي تحط واحد البوطه اختي باش يبقى ليا جاري. ها نتوما البنات تنبقى نجلخ يدي ونخشي صباي. وصافي البنات هادشي اللي كاين. ندير اختي الكونتور، قنطني داك سميتو هاد الباليت يا اختي شحال هي عندي زوينه، واخا انا ما غادي نخرج فين ولكن ولا اختي بقى هكا يا بيضه كيعجبنيش. حتى هنا عاوتاني شتو اختي البيك تيبين له جهالته. وصافي اختي دابا درت الصاغون ونصبت وغادي نصايب هاد المشط، خصني نقيه شويه العمرات في الشعر وغير كنشف شعري يا البنات. يا بنات شو انا شعري داغي تينشف، راكم عارفين كنكون دايره ليه داك الماسك ديال بياض. شوف تبارك الله البنات شجعوني في لي كومونتير، تبارك الله داك الحرق حيدتو، تبارك الله ولا قوي طوال. هانتوما شوفوا شتو انت اختي شتي ايه توقري اختي شعرك تبارك الله عرفتي ولا قوي ولا قوي ولا قوي، غير توقري اختي شعرك ما تبقايش عليه بالصبايغ والبلاك وتهلاي فيه بالزيوت ولا ماسك وصافي. هانتوما شتو نمشي شي تصايب غير نشفو صافي. وكما قلت لكم علاش كينشف ليا ضاغي، حيت داك الماسك ديال بياضي كنخليه هكا شويه في شعري وتيبقى داك في
فاش كنخرج تيبقى شعري رطيط، وفاش كنشفو تينشف داغي، حيت هذاك الماسك واعر داير بحال شي كيراتين. فاش كديريه اختي كيرطب لك شعرك وصافي. اختي هادشي اللي كاين. دابا اشنو غادي ندير؟ غادي نوض البنات، غادي نقدر نصايب هكا تقول لوايات هكايا في شعري، ولا ما نصايبهمش دابا، خلي حتى نتغداو داكشي عاد نصايبهم، باش في الليل هكا نحلهم ولا نشوف نبات بهم. واخا انا اختي تعجبني نبقى هكا بشعيره وداكشي تيقنطوني. وصافي البنات غادي نمشي. شنو غادي ندير؟ كنشد اختي الخضره، ما بغيتش نكمل لكم لا فيديو حيتاش غادي نسالي معطله بزاف، وانا بغيت نحط لكم هاد لا فيديو في نفس النهار. غادي نشد هذاك المهم انو اختي ونوريكم شنو ندير في الكوزينه حسن ما كنهضر ما تقطوش. وصافي البنات انا فاش كنشف شعري ما كنخليش مطلوق، حيت انا شعري الا ما نشفش مزيان كيتنفخ ليا. راكم عارفين البنات مع لاماش والصباغ وداكشي كنحاول ندير له هاد المشيطه هكايا. من موراها غادي ندير هذاك الزيت ديال بسمة وبسيم. المهم هاد النظر اختي ما عجبونيش صراحه، نتوما قولوا لي وجهي زوينين ولا لا، كبار بزاف بزاف. غادي ندير هذاك الزيت اللي وريتكم، عرفتو خطير خطير، واحد الريحه فيه خطير. البنات قبل كنت كنهضر لكم على الدسير، والراجل اللي جاب هاد الدسير هذا عرفتو البنات الليمون حلو، عندنا الرمان عرفتو ديال شي صالاد. المهم البنات الخضيره ديالي تسلقات وداكشي، غادي نغسل هاد المطله هادي وغادي نقول لكم اشنو كندير انا في الخضيره الفوطي. وانتم عاوتاني قولوا لي اختي شنو كديروا. يا كاين اللي كيديرها بالزبده، جاتني انا بالزبده درتها واحد المره فين جاتني شويه من هنا وما نعرف، مي بحال بحال الزيت بحال الزبده. غادي ندير هادي نشوف هادي هاد الغلاف بصح نقلب عليه ندير هاد المقلاه نشف حتى شي غسلتها هي كانت فاغيه درت فيها في الفلا وداكشي ها هي. هادي غادي نعمر بها الطوست، نديرو الطوم والفرماج وداكشي نحطها على جنب وصافي. شنو غادي ندير فاش غادي ماشي الكوكب نحيدها ونحطها هنا؟ انا البنات انا مازال كيفاش كندير البلا حيتاش انا راه مازال ما غاديش يجي. بالنسبه للبلا كنحط هكايا بلاك حلو ولا اللي بغيتو كنفرش بحال دابا الخص، كنفرش اختي خصها هذا مثلا المغسول وداكشي، انا نحيد له غير الاطراف هادو. كنفرش اختي هكايا خصيصه، وديك الخصه كندير فوقها لافيس وشريت الجناب والخضره صوتي وداك الدان بالكريم كريمه ديال الطبخ وداكشي، وكيجي بلاص زوين بزاف. صافي ما غاديش ندير شلاضه البنات، شلاضه في هاد البرد راه نقول لكم شلاضه كتفطر عليها. صافي غادي ندير دابا زويته الخضره صوتي ديالي زويته والثومه يا اختي. دابا غادي ندير الخضيره صافي، هو الزيت ديالي سخن. غادي ندير الخضيره صوفي ها هي عندي هنايا البنات، درت خيزو ودرت كوجير ودرت فلولة ويلي صراحة خاصني قلب نورمالمون خاصني هادي نشحر هو هادي تا واقيلا ياك البنات راه ما عرفت ما عقلتش نشحر هو هادي تا باش ما يتخلطش داكشي ودربون. انا عندي لوبيا، ها اللوبيا خضرا كوجيت وخيزو تقدروا ديروا اللفت اللي بغيتو. اللي زوين هاد الخضره صافي صراحه انا صافي شحر كلشي، ولكن ما حتى نبغيش طول ديالي كروت ما تفرقوش الخضره بزاف صافي صافي. دابا غادي نطيب وغادي نحك على هاد الخضره ديالي ثومه عرفتي تيعجبني ناكل الخضرة كنت معاها ندير معاها الحبالة وداكشي ضروري. ويدين اختي ضروري تمسحو انا فيا مرض ديال اليدين خاصني كل شوية نمسح نحك تويمة مكرهتش كرة وريتكم الصلاة، ولكن اختي انا بغيت نحط لكم لا فيديو نهار كنجدب كنجدب وانا مصممتش بكري. انا راه كون كنت كنوض بكري ان شاء الله اختي راه مزيان تابعني الصهير نحك تويمة كبيره نضرب باش نعطيكم غادي دايز نحك تويمه ونخلي عاوتاني حتى نحك في السميده في اللوبيا كتجي بنينه البنات. دابا تكوني ديريها غير وحديتها ديريها مع كفيته خضره زوينه كتجي مرافقه مرافقه برنامج شوميشه. وغادي ندير قزبر مع الكنوز يبن لنا خصي صافي ياكو. وشنو غادي ندير دابا؟ غندير
غادي ندير شويه الملح بزاف ملي ما عنديش الكمون مش كنخرج بحال هكا عندي ما ندير المهم مليحه مثلا اقصى مليحه مزيره غير شويه البنات وشويه ديال الكمون انا كنسخر اصلا ما بقاش عندي الضرب حطهم وانا بغيت نقادهم من قبل ما يجاوب ماشي عادي يجي القلم نجدد صافي تجي غير تشكيل دو كامون جيب لنا خضرة صوتي ما نديروش ما نديروش صوت صافي كنديها اختي وكنجيبها غير بشوية لأن كورجيت هادي بالي الهوز خلاص عليه البوطه تتشحر هاد الشي مع بعضياتهم نخففهم كندير بحال هكا لا غير شوية هو على ريحة يد من الطالة منقوليكم شتو مع قصور هاد الميتو زويته كتجي واعرة وصافي يا بنات أنا غنوريكم شنو درت أوتاني هنا هي هاهي البنات عرفتي يا بنات لذيذ أنا العشق ديالي بزاف يا بنات غيجي لاصق المهم هذا اختي لوسيور عاود سول الطبيبه كاين اللي كيقول لي رجوع لا راه هادي عاود سول الطبيبه قالت لي لا مايونيز ديال شو ديال راه المقبط باش ما يهضرش المايونيز ديال البيض خضر اللي اوهو اما هذا راه كيكون دازال شحال من حاجه يعني البيض ما كيبقاش خضر لوسيور الحب العشق الابدي البنه كيجيب لابيس خطير شنو كنزيد انا تندير على هاد لابيس كندير اختي قصبر معدنوس ياكم كيجي خفيف كما يجي خضر معنوس و ثوما بودر غادي ندير ثوما هكا الدريسه ديال الثوم ماشي الدريسه داما داما انا كندير صراحه ثوما بودر ولكن كما تكون في الفيديو ما لقيتهاش درت حفره تمشي تما غادي نص خضر ها حفره صافي كندير قصبر معدنوس هكا كنخلي كيدوب فيها كنخلي يمشي الحال كنجي الطون هذا شحال اختي بغيت نوضي كلشي ونقلب حتى نقول غادي يجي بداكشي ديال الطوموطر ديما كنجيبو بزايد ولك راكم عارفين تستهلكو بزاف شنو هادي شحال ديال الثوم حلوه يا فوق وزيره شويه ديال البزار شويه الملحه ديجا انا ساقها بالمليحة وفاش كتزيدي الطون وكتزيدي الذرة وهذا هي اللي كتزيد الدم ما تعجبنيش انا العشبه هي احسن حاجه انك تخليها صحيه غير بالذرة هاي بالذرة والطون حتى الطون ماشي صحي زعما بلا مايونيز ولكن المهم نشد الثوم بودغ ندير منها شويه دامه كنحلها غير شويه هكا وكنبدا كتجي بنينه الثومه بنينة جربوها وردو عليا مبغيتش نحبها بزاف صافي اختي غير شوية وصافي غدا نرجع التلاجة على مومونتا كيفما غادي يدايرو ونسخر الحامود وبهذا أختي الكريمة غادي نكون ساليت الفيديو ديالي ونختارها هي كتشحر ندير غير شويه ديال الزيت باش ما تجيش ناشفه نورمالمون كان عندي دي بروجي اكثر من هكا ولكن اختي ولي ضرر التليفون ما بقاش عندي كورجات ما كنبغيش نجيب بزاف اكثر اللي تخسر ليا واخا هي صحيه وانا ما عنديش معايا بزاف ها انتوما شفتو شوف غزاله غزاله كتجي وخدا اختي تشحر وهذه راه تعصبت البنات ما لقيتش الغلاف بقات عليا انا تعصبت يا اختي صافي هذه كتجمد البنات شتي الكريم هذا شونتي كيجمد ولكن اون فوا كتسخنوا صافي كترجع كيما كانت وانا حتى نزيد شويه ديال الكريمه وصافي ما بغيتش نقول حيت في اخر مره غادي نشوف غادي ناكل هذيك الساعه صافي يا بنات باش غادي تسالي ليا هذه غادي نشحر حتى هاد اللوبيا هذه غنديرها نفس الطريقه وغنمشي غادي نوضي لكم الفيديو عادي نمشي نزيد
كاعون ماشي مشكل واخا نزيدو صافي. كنتمنى تكونوا دوزتوا معايا هاد النهار، نكون في وجه ليكم، وغنعاود نقول لكم شكرا بزاف على هذا الميساج اللي خليتو ليا في السيت ديال بابي الجنس الجميل. الله يسهل عليكم والله يفرحكم والله يرزقكم يا ربي، تنتموا الدرية الصالحة. وبغيت في هاد الفيديو جاي يطلع ليا المورال، تخلي بزاف بزاف ديال الكومونتير، بزاف ديال لايك، كنفرح بزاف والله العظيم. وصافي نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي. باي باي.